السلام عليكم الزول في اللون، مرحبا بكم على قناة جي اسكا نيوز تي في. وفي اخبار اليوم والجديد، اللاعب الحمري ايمن عبد العزيز لاعبا لشبيبة القبائل لمدة 3 سنوات قادما من فريق شبيبة الصورة، وكان معار الموسم السابق مع فريق وفاق سطيف. اللاعب يبلغ من العمر 28 سنة، ينشط في منصب مهاجم ايسر، حيث مر على 3 أندية. بداياته كانت مع شبان الصورة، ثم انتقل إلى غالي معسكر في صفقة انتقال حرة في موسم 2017-2018، ثم عاد إلى شبيبة الصورة، وانتقل في الأخير إلى وفاق سطيف كإعارة في موسم 2023-2024. إحصائيات هذا اللاعب: سجل 8 أهداف مع فريق غالي معسكر، ثم 27 هدف مع شبيبة الصورة في 6 مواسم التي قضاها مع الفريق، ثم 10 أهداف مع فريق وفاق سطيف في الموسم الأخير، وكان مع المنتخب الوطني أبريم. شاهدوا معنا طريقة تقديم هذا اللاعب مع فريق شبيبة القبائل. وبعد ما تم عقد صفقات كل من كايا مرباح ومدني محمد، وهذه المرة اللاعب الحمري أيمن يقدم بصفة احترافية، وهذه المرة في ملعب حسين أيت أحمد المعقل الجديد لفريق شبيبة القبائل للموسم القادم إن شاء الله. هذا اللاعب يقدم إضافة، سيكون ورقة مربحة لشبيبة القبائل في الموسم القادم بإذن الله. واللاعب الثاني المالي ساديو كانوتي، لاعب وسط ميدان البالغ من العمر 28 سنة قادما من سيمبا التنزاني كصفقة انتقال حر، مع العلم أن هذا اللاعب تدرب على يد بتشيخة الموسم الفائت، وسيوقع العقد في الأيام القادمة. واللاعب الثالث وهو ابن الفريق لونيس أجوت، المهاجم قادم من رديف شباب بالوزداد. وفي الأخير عملوا لنا اشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا.